بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من المحاضرات الخاصة بالميديكال جاز، الجزء السابع معانا اللي هو آخر جزء من أجزاء البلامنج ماتريكس. كنا المرة اللي فاتت استعرضنا مع بعض اللي هي الخطوط العريضة الخاصة بالميديكال جاز والمكونات بتاعته بشكل سريع، وعرفنا ايه هي الميديكال جاز وايه فايدة كل جاز من الجازات اللي هي موجودة عندي ضمن الغازات الطبية، والغازات دهيت ايه انواعها واللي بتبقى موجودة عندي داخل المستشفيات. المفروض ان انا المحاضرة ديت ان شاء الله هنغطي اللي هي الجزء الخاص بالكومبوننت او المكونات بتاعة الغازات الطبية. لو جينا بشكل مفصل كده نتكلم على اللي هي الميديكال جاز سيستم كومبوننت، فهنا بنقسمها لاكتر من مرحله من المراحل بتاعتنا. في عندي اللي هو الجاز سورس، المصدر بتاع الغازات نفسها، تمام. ممكن ده يبقى عباره عن كومبريس سلندر، ممكن يبقى عباره عن ليكويد سلندر، ممكن يبقى عباره عن اكيوبمنت زي الكومبريسور وزي الميديكال فاكيوم بامب. بعد كده بيبقى عندي اللي هي مجموعه البايبنج اللي هي الوصلات والمواسير النحاسيه اللي بنستخدمها، زي برضو الصمامات المختلفة اللي احنا بنستخدمها زي وحدات التخفيض بتاعة الضغط. الحاجات دي كلها دي تدخل من ضمن اللي هي البايبنج. في عندي اللي هي الشات اوف فالف او اللي هي بنسميها الفالف بوكس او فيما تسمى بالاي في اس يو، تمام. الاي في اس يو ديت اللي هي الاير فالف او الاريا فالف سيرفيسنج يونت، تمام. وفي بعد كده اللي هي وحدة اللي هي الجاز تيرمينال، نعدل دي بس نخليها AVSU. بعد كده في عندي اللي هي الجاز تيرمينال او اللي هي المخارج بتاعة الجازز، تمام، اللي هي اما ان هي تبقى تيرمينال يونت او بتبقى بيد هيد يونت او بتبقى سيلينج بندنت، او هنشوف الحاجات دي باذن الله في المحاضرات اللي جايه. وبعد كده بيبقى في عندي اللي هي الالارم سيستم اللي هي انظمه الانذار والمراقبه للمنظومه بتاعتنا، اللي هي بتراقب الضغط وبتراقب اللي هي الاكيوبمنت المختلفه الخاصه بالسيستم بتاعنا، بحيث ان لو في اي ديفولت او في اي فولت او مشكله او ايا كان بقى المشكله موجود عندك بيبدا هنا يشخصها وبيدي لك الانذار والعطل موجود فين بالظبط في المنظومه بتاعتنا. نبتدي بقى اللي هي من داخل بقى الكومبوننت، كل حاجه من الكومبوننت دي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. فاول حاجه بتقابلنا اللي هي ميديكال جاز سورس او المصادر بتاعت ايه بتاعت الغازات. المصادر بتاعت الغازات برضو عشان ما يحصلش لخبطه، فهنا قسمناها على حسب نوع الغاز نفسه. يبقى كل نوع من انواع الغازات هنتكلم ازاي ان انا بوجد الغاز ده او بولد الغاز ده داخل اللي هي المنظومه بتاعتي. لو اتكلمنا عن الغاز الاساسي بتاعنا اللي هو الغاز بتاع الحياه اللي هو بنسميه الاكسجين، تمام. فالاكسجين دوت يتم توليده وفقا لوحده من المصادر الاتيه. الاكسجين ده ممكن يبقى مصدر بتاعه هو عباره عن الفاكيوم انسوليتد ايفابوريتور، يبقى الفاكيوم انسوليتد ايفابوريتور او بنسميه الفي اي اي سيستم، اللي هي بتبقى عباره عن اسطوانات ضخمه من اللي هي الاكسجين المسال. دي بتبقى موجود عندي في السايت خارج المستشفى وليها اشتراطات بالنسبه للوكيشن بتاعها، والوحده ديت بنسميها وحده المبخر، النتيجه ان هو الاكسجين المسال ده لازم يدخل على وحده ايفابوريتور علشان يتحول من شكل سائل او من اللي هي الفيز الليكويد للفيز الثانيه اللي هي الفيبر، علشان خاطر اقدر ان انا استخدم الغاز ده ونقوله للبايبنج واقدر استخدمه لليونتس او تيرمينال يونتس المختلفه. في مصدر تاني من المصادر بتاعت الغازات بتاعت الاكسجين اللي هي بنسميها الكومبريسد جاز سلندر، يبقى الكومبريسد جاز سلندر او اللي هي بنسميها المانيفولد سيستم، يبقى ده عباره عن اسطوانات مضغوطه من الاكسجين، هي دي اللي بتبقى مصدر من مصادر اللي هي الاكسجين داخل المستشفى او داخل المكان بتاع الهيلث كير بتاعنا. في المصدر الثالث اللي هو بنسميها الليكويد سلندر، هنا بتبقى عباره عن اسطوانات بس اكبر شويه من الاسطوانات المضغوطه ديت، وبتحتوي برضو على اكسجين مسال، برضو هنتعرف عليه ان شاء الله. وبعد كده بيبقى في اخر حاجه اللي هي يونت خاصه بتوليد الاكسجين من خلال الهواء الجوي اللي هي بنسميها بريشر سوينج ادزوربد، تمام. بريشر سوينج ادزوربد او اللي هي بريشر سوينج ادزوربد ده اللي هو اختصار لبي دي اس،
تمام. اليونت ده هي بتستخدم الهواء الجوي في ان هو يتخلص من الغازات او المحتويات بتاعت الغازات الموجودة عندي في الهواء الجوي، وبيتبقى عندي بس اللي هو الاكسجين. احنا عارفين الهواء الجوي بيتكون بنسبة تقريبا 78% منه نيتروجين، 21% اكسجين، وبيبقى 1% غازات اخرى زي ثاني اكسيد الكربون وزي اللي هو البخار الماء وغيره من الغازات الخاملة. طيب فهنا بشكل اساسي الوحدة دهيت اللي هي بتاعت البي دي اس ديت بتخلص بشكل اساسي من اكبر كم من اللي هو النيتروجين. وبالنسبة لبخار المية بيتم التخلص منه من خلال حاجة اسمها دراير او مجففات، كنا شرحنا بشكل مفصل للدراير ده في اللي هو الجزء بتاع كومبريسد اير سيستم، تمام، لحد ما بوصل في الاخر ان انا بحصل على اكسجين نقي هو ده اللي بيغذي معي المنظومة. يمكن الوحدة اللي هي بتاعت البي دي اس او البريشر سوينج ديت ما بنلجأش ليها الا في حالات اذا كان عندي مفيش مصدر بديل للاكسجين او مفيش مثلا مورد خاص بالاكسجين قريب من المستشفى، بيبقى على مسافات بعيدة، مستشفى نائية، الكلام ده كله. فهنا في الحالة ده هي بنلجأ لليونت ديت. طبعا هنا اليونت دي لو حصل فيها مشكلة او عطل او غيره بتبقى عملية صعبة جدا طبعا هنا، نتيجة ان هي بيبقى يعني استخدامها بشكل مستمر، فهنا اليونت دي ممكن تتعرض ان هي يحصل فيها مشكلة وبيبقى فيها اعطال وبتحتاج صيانة دورية كل فترة. الغاز بتاع الاكسجين هنا لازم يبقى متوفر عندي ثلاث مصادر لي، مصدر اساسي ومصدرين تانيين بيبقوا احتياطي لي، فيما يسمى باللي هو برايمري، ده اللي هو ايه المصدر الاساسي الخاص بالاكسجين، سواء كان عباره عن كومبريسد جاز سيلندر او عباره عن ليكويد سيلندر او عباره عن البي دي اس او عباره عن اللي هو الايفابوريتور او الفي اي اي. وبعد كده بيبقى في مصدر تاني احتياطي اللي هو بنسميه سكندري سورس، والحاجه الثالثه اللي هي بنسميها الريزيرف اللي هي ايه بتبقى حاجه احتياطي للاحتياطي. يعني هنا لازم يبقى ايه لازم يبقى في عندي كمية من غاز الاكسجين في حالة عطل بقى ايه احدى المصدرين او المصدر مثلا بتاع السكندري، يبقى هنا المفروض البرايمري ده شغال، حصل فيه مشكلة او قل الاكسجين بتاعه يبدأ هنا يدخل معي السكندري، حصل مشكلة في الاتنين يبدأ يدخل معي اللي هو ايه الريزيرف. تمام. الفاكيوم انسوليتد ايفابوريتور زي ما انت شايف كده هو عبارة عن فيزل كبيرة، الفيزل ده هي بتحتوي على الاكسجين المسال داخلها، فدي بتبقى عبارة عن زي دبل وول كده ما بينهم الفراغ ده بيبقى فاكيوم. تمام. الاكسجين عشان خاطر يبقى مسال لازم بيبقى عند درجات حرارة منخفضة جدا، بيوصل لحوالي سالب 160 درجة سيليزية، وبعد كده احنا بناخد من خلاله اللي هو ايه اللي هو الفيبر اللي بيبقى عندي في المنطقة بتاعت التوب او في الجزء العلوي الخاص بالاسطوانة، وبعد كده بيبقى عندي اللي هو الايفابوريتور. الايفابوريتور ده هو بياخد اللي هو الاكسجين المسال بجانب الفيبر ده، بيدخلهم على حاجة اسمها سوبر هيتر بحيث ان هو يبقى 100% الاكسجين ده متحول لجاز، وبعد كده بيعمل تخفيض للضغط لحوالي 4 بار، وبعد كده بيوصل لي اللي هي منظومة ايه البايبنج بتاعتنا. طبعا هنا بيبقى عندي داخل الاسطوانة بيبقى هنا مركبين سيفتي فالف بحيث ان لو زاد الضغط على حد معين يبدأ يفتح ويسرب الضغط الزيادة. تمام. الضغط ده داخل الاسطوانة بيبقى حوالي 7 بار، وصمام التخفيض ده بيعمل تخفيض لي من 7 إلى 4 بار. لو جينا بشكل مفصل اكبر هنا ده بيبقى عندي الاسطوانة نفسها بتاعت الاكسجين المسال. تمام. وبيبقى فيه عدادات خاصة بالضغط داخل الاسطوانة، وبعد كده الاكسجين المسال اللي بيخرج منها بيدخل على وحدة اللي هي الفابوريزيشن او اللي هي وحدة الايفابوريتور. تمام. الايفابوريتور ده هوت بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن زي حاجة زي سرامنتينا كده بيخلي السائل بتاع الاكسجين ده بيعدي فيه، وبيخلي الهواء الجوي بيحيط بيه اللي هي الاكسجين ده، فبيحوله من يتم تحويله من الفيز الليكويد الى فيز ايه اللي هو الفيبر. تمام. او بشكل الجهاز. وبعد كده بيدخل على صمام تخفيض اللي هو بيخفض الضغط بتاعه من 7 إلى 4 بار، وبعد كده بيتوصل الى اللي هي المنظومة الخاصة بالبايبنج بتاعتنا.
طبعا لو بصينا هنا بيبقى عندك حاجة اسمها فيل فالفا، او اللي هي نقطة الملء الخاصة بالاسطوانة. فالمفترض ان انت بتيجي كل فترة بتيجي العربية اللي هي خاصة بالاكسجين اللي انت متعاقد معاها، بتيجي بتبدأ تشحن معاك اللي هي الاسطوانة دهيت بالكمية اللازمة داخل الاسطوانة. وليكن مثلا احنا بنصمم السلندر دهيت ان هي تكفي لتشغيل المستشفى عندي لمدة اسبوعين، تمام؟ ده اللي هو الرقم اللي ذكر فيه ال HTM، لكن ممكن يزيد، وممكن وأقل حاجة تبقى 14 يوم، ممكن يزيد عن كده طبعا لو المستشفى عندي في مكان نائي أو مكان بعيد شوية عن اللي هو السبلاير. فبتيجي العربيات زي ما بقولك بتاعة الأكسجين المسال، بتبدأ هنا إيه تغذي معايا أو توصل بيه الفيل كونكشن ده أو الفيل فالف، وتبدأ تملأ الأسطوانة دي بشكل إيه بشكل مباشر. عشان تتخيل بس القصة بتاعت اللي هي الاسطوانات بتاعت الاكسجين ديت، جبنا لك فيديو كده بسيط يوضح لك القصة دي بشكل مفصل. Industrial gases such as oxygen can cause serious injury or death if not properly handled. You should only handle industrial gases or operate industrial gas equipment if you are a trained professional. Linde North America makes no warranty or representation as to the suitability of the information provided in this program for any particular purpose. You, the viewer, rely on this information at your sole discretion and risk. The information provided in this program may not apply to all situations and is not intended to replace an industrial gases safety training program. You should always follow your employer's safety policies and procedures. This program instructs the viewer to call or contact Linde under certain circumstances. If you work with industrial gases and equipment that is not supplied by Linde, it is important. Welcome to the Taking the Lead in Safety series from the Linde Group, a world leader in industrial gases. ليندي من الشركات الكبيرة جدا الخاصة بالأكسجين المسال واسطوانات الأكسجين المسال والوحدة VIE. Both gaseous and liquid forms. We'll cover the basic properties and behavior of oxygen, how it's piped and stored for use. We'll examine the safety concerns associated with combustion forms. We'll cover the basic properties and behavior of oxygen, how it's piped and stored. دي العربية بتاعت الأكسجين، ده أنت متخيل الحجم الأسطوانة نفسها بتاعت التخزين بتاعت الأكسجين عاملة إزاي؟ ده حاجة ضخمة جدا. بتيجي اللي هي العربيات دي بتيجي كل مثلا فترة 14 يوم ولا حاجة، بتيجي هنا تملأ إيه التنكات دهيت علشان خاطر تعوض بيها اللي هي كمية الاستهلاك في المكان نفسه. هيبدأ في الفيديو ده يشرح لك الأكسجين من ناحية الفيزيكال بتاعته، النواحي الكيميائية الخاصة بيه. Despite being used so widely for numerous applications, oxygen is probably the most frequently mishandled and misunderstood of all industrial gases. Many times, people who should know better refer to oxygen as air, and this is a very dangerous mistake. Ordinary materials in the presence of oxygen can react very violently and very suddenly. Therefore, we want to make sure that we use the proper materials in the design of our installations. الأكسجين من الحاجات الخطيرة جدا، يعني هو غاز لا يعني هو غاز لا يشتعل، لكن في نفس الوقت بيساعد بقدر كبير جدا على الاشتعال. يعني لو في مثلا انفجار او في حاجة مثلا شرر او نار او حاجة زي كده، ممكن يزود الكمية بتاعتها بنسبة 5 مرات عن اللي هي الكمية العادية. But it's a major component of the air needed to support life. Our bodies use oxygen to maintain virtually all biochemical processes at the cellular level. Without oxygen, we can survive only a few minutes. Because oxygen occurs naturally in the Earth's atmosphere, it's easy to take for granted. We tend to assume that it's always there when we need it, in just the right amount. But this assumption could have deadly implications. As too much oxygen is just as dangerous as too little. So here's what you need to know. اللي انت شايفه ده اللي هو الفوج اللي هو يحصل نتيجة للتبريد بتاع الأكسجين ده، بيعمل تكاثف لبخار المية اللي موجود في الهواء الجوي، يعني فبيعمل اللي هو الشكل بتاع الفوج ده. لكن هو كغاز بيبقى لا ليه طعم ولا ليه لون ولا ليه رائحة. يعني oxygen accelerates corrosion,
Most metals, wood, paper, and even many synthetics all break down from prolonged exposure. قال لك ان هو بيسرع بشكل كبير جدا من عملية الصدأ المعادن وغيرها. And a distinctive green corrosion on copper. Oxygen can be converted to a liquid if it's pressurized and subjected to very cold temperatures. This is how it's normally stored and transported. Why? Because liquid oxygen expands into a gas at a ratio of 860 to 1. This means you'd need 860 tankers of gaseous oxygen to deliver the same amount of material contained in one tanker of liquefied oxygen. يعني هو بيشرح لك هنا ليه احنا بنخزن الغاز بتاع الاكسجين ده بشكل مسال داخل الاسطوانات عشان خاطر يقلل الحجم بتاعه بشكل كبير جدا. يعني انت لو هتستخدم مثلا الاكسجين بشكل الغاز يبقى هتلاقيه ان انت محتاج عدد لا نهائي من الاسطوانات، عدد كبير جدا من الاسطوانات، وبالتالي هتحتاج حيز كبير جدا. لو انت حولته الليكويد فهتلاقي ان انت بتحتاج حيز اقل بكتير. Liquefied oxygen is extremely cold, 297 degrees below zero Fahrenheit. If you work with liquefied oxygen, you should always follow precautions to avoid low temperature burns. We'll talk more about this later. Oxygen itself is not flammable. طب الحاجة دي انت لو لمستها هتتحرق، يعني التلج والحاجات الباردة ده هي تحرق زي ما بتحرق النار بالظبط. Like asphalt or steel can burn vigorously if exposed to enough oxygen under the right circumstances. هنا بيوري لك ان الاكسجين بيساعد بشكل كبير جدا في عملية الحرائق واستمرارها. In a vacuum jacketed tank. These tanks are like big thermos bottles, essentially a tank within a tank. ده الايفابوريتور اللي جنبه. They keep oxygen in its liquefied form by holding the necessary temperature of minus 297 degrees Fahrenheit. The tank on a delivery truck is basically the same as the stationary tank. Vacuum jacketed, holding liquefied oxygen under low pressure. There are several important factors to keep in mind concerning the storage tank and associated piping systems. There is one main liquid isolation valve located at the bottom of the tank. This valve can be used to isolate the supply of liquid from the tank to the vaporizer and to stop the flow of oxygen. The supply valve will be what the evaporator. You should always keep the area around the storage tank clear of material, cars, and other vehicles. Backing in a liquefied gas delivery tanker takes a lot of room. So be sure and maintain a wide, clear path from the road to the لازم يبقى في مكان محدد خاص بعربية المال بتاعت الأكسجين المسال ده. Handling systems should perform unloading. If you work around a bulk oxygen system, you should always be aware of the condition of the storage tank. Any continuous discharge of liquid or excessive vapor from the tank or from a pipeline, valve, or safety relief valve is not normal and may indicate a problem, although some minor gas venting is normal. The same goes for a loud hissing sound or persistent vapor cloud. If you notice any of these signs, you should call Lindy at the number posted on the tank. In an oxygen bulk handling system, the piping is just as important as the storage tank. Equipment and piping carrying oxygen must be protected. Always operate forklifts, trucks, and other heavy equipment at a safe distance. Piping systems like this call for extremely precise design work and very careful selection of materials. They should never be installed or modified without the supervision of liquid ignition light. It creates this same spot with the lid clamped on, rates, and provided with a source of ignition. Extremely at two. Contact for more than a few seconds. هو قال لك اهو يعني الراجل ده اتحرق اهو من الاكسجين ده، لان هو بيبقى عند درجات حراره بتوصل لسالب 160، فلو تعرضت له هتتحرق زي ما بتتحرق للنار بالظبط يعني. تمام، يبقى انت كمل الفيديو بقى باذن الله هتلاقي موجود عندك في الداتا. بتاخد بالك من القصه بتاعت اللوكيشن الخاصه بوحده الفي اي اي او اللي هي بنسميها فاكيوم انسوليتد ايفابوريتور. تمام، هنا بينظم القصه ديت اللي هو الان اف بي 99، يبقى هنا من ضمن الاكواد اللي احنا بنستخدمها برضو في الديزاين وتحديد اللوكيشن للاكيومنت المختلفه اللي هو الان اف بي 99. فقال لك هنا ان المكان بتاعه لو بيدي لك اكتر من اوبشن، مثلا لو بيلدينج يبقى هنا
الحافة بتاعة اللي هي المكان اللي فيه الـ VIA يبقى على الأقل 3 من 10 متر بالنسبة للأمبيولاتري بيشنت نون أمبيولاتري بيشنت اللي هي نيرست نون أمبيولاتري بيشنت اللي هي أماكن مثلا بتاعة الإسعاف وغيرها يبقى 15 متر، بينها وبين الليكويد هيدروجين بيبقى حوالي 23 متر، بينها وبين الفنتليشن كليرانس بيبقى as required by supplier، بينها وبين اللي هي بروبيرتي لاين بيبقى 1.5 متر، بينها وبين الفلامبل جازز 15 متر. فهنا بيديلك اكتر من حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تبقى حوالين او حول اللي هي الفي اي اي سيستم، فلازم تبعد عنها مسافات محدده بحيث ان انت تبقى في عنصر من الامان وعنصر من السيفتي لي اللي هي الاماكن اللي بتحيط بالنوع ده من الابليكيشن. الوحده بتاعت الفي اي اي برضو هنا لازم يبقى في عندي سورس فالف، يبقى هنا لازم يبقى في صمامات تحكم سواء كان اللي هي من بعد الفي اي اي، ولو هتدخل على المبنى برضو لازم يبقى في برضو ايه لازم يبقى في مين لاين شوت اوف، لازم يبقى في فالف برضو تاني علشان خاطر هنا لو حصل مشكله يبدا هنا يقفل الصمامات ويبدا يعمل الصيانه اللي هو اللازمه للعمليه بتاعتنا. وده هو شكل اللي هي البالك سيستم او بالك يونت اللي هي السلندر بتاعتنا اللي بتحتوي على الاكسجين المسال ووحده اللي هي الايفابوريتور او اللي هي التبخير بتاعتنا. طبعا بيبقى فيه اللي هي بريشر جيج، بيبقى فيه هنا مقياس خاص بيه للصمامات وفي مقياس تاني خاص بيه البريشر على اللاين نفسه بعد عمليه التحول الى الفيبر قبل ما بيوصل لي اللي هي البيلدينج بتاعتنا. بعد كده المصدر الثاني من المصادر بتاعه الاكسجين اللي هي بنسميها السيلندر مانيفولد او الكومبريسد جاز سيلندر، ودي بتبقى عباره عن اسطوانات. الاسطوانات دي بتبقى محطوطه ان تو بانك، يبقى بانك على اليمين وبانك تاني على اللي هو الشمال، ومتوصل يتم توصيلهم عن طريق اللي هو ايه المانيفولد. والمانيفولد ده بيحتوي على حاجه اسمها اوتوماتيك سويتش اللي هي بيبقى عباره عن وحده اللي هي تحول من بنك للتانيه في حاله ان الاسطوانات دي مثلا تم استهلاكها، فبيحول على طول على اللي هي ايه على الاسطوانه التانيه بشكل مباشر. الوحده بتاعه المانيفولد لو فكنا بس كده الكفر بتاعها، يعني هنا بتبقى ظاهره كده كنا شبه البوكس وبيبقى فيها مبينات خاصه بالضغوط بتاعه الاسطوانات، والمفروض ان هي بتدي الارم في حاله ان حصل مشكله في الاسطوانات بتاعتي او في المنظومه بتاعتي. تمام. طبعا بتحتوي على بريشر ريجوليتورز، تمام، علشان خاطر تدي هنا تخفيض للضغط من داخل الاسطوانه الى ضغط اللي احنا محتاجينه اللي هو بيوصل لحوالي 4 بار. وبيبقى في صمامات تانية خاصه بالريليف والسيفتي علشان خاطر لو زاد الضغط بشكل كبير يبدا هنا يسرب الضغط الزياده. فلو فكيت البوكس دي هتلاقي فيها اللي هي مجموعه الصمامات كلها، سواء كانت اللي هي الصمام بتاع الشات اوف اللي هو التوصيل على البنك اليمين او الشمال، وبيبقى فيه عندك اللي هي الريجوليتورز المختلفه، في بيبقى عندك اللي هو السبلاي بورت اهو، بيبقى هنا عندك اللي هو البريشر سنسور حساسات للضغوط، بيبقى فيه عندك اللي هو برايمري ريجوليتور، بعد كده بيبقى فيه سكندري ريجوليتور، تمام، وبيبقى فيه عندك اللي هو مبين للضغط نفسه اللي هي بريشر جيج. فدي كلها بتبقى موجوده عندي في اللي هي الوحده بتاعه المانيفولد اللي هي بتبقى راكبه على السلندر. وبيبقى فيه زي ما بقول لك اللي هي حاجه زي الاي تي اس كده او اللي هي اوتوماتيك سويتش، بحيث ان هو يحول من بنك للتانيه في حاله ان ايه احدى الاسطوانات او احدى البانكس دهيت قل الضغط بتاعها بشكل ايه بشكل كبير. ده رسم مفصل اكتر للي هي مجموعه الصمامات اللي بتبقى راكبه على الاسطوانه. تمام، ادي اهو مجموعه الاسطوانات اهو التو بانكس، شايف مجموعه الصمامات دي كلها المفصله هي دي البوكس اللي انت شايفه ده، البوكس الصغير ده اهو اللي هو البوكس الصغير ده اللي هو بنسميه المانيفولد ده.
تمام. ده بيبقى راكب عليه ايه؟ بيبقى راكب عليه فلتر، بيبقى راكب عليه بريشر جيج، بريشر ريجوليتور، بيبقى راكب عليه بريشر سويتشات، بيبقى راكب عليه شات اوف فالف، بيبقى بريشر ريجوليتور تاني، بعد كده بول فالف، كل ده في الاخر بيوصل على نون ريتيرن فالف، ومنه بعد كده بيركب على ايه؟ على السيستم. ده اللي هو اعتبرناه مثلا اللي هو البرايمري او السكندري. وبعد كده بيبقى عندي اللي هي وحده اللي هي الريزيرف، وكل ده بيتوصل على اللي هي المنظومه بتاعتنا ان بارالل، بحيث ان هي تغطي اللي هي الديماند بتاعنا من الاكسجين. وفي حاله اذا كان حصل مشكله في البرايمري سورس يبدا هنا يدخل السكندري، حصل مشكله في السكندري يبدا يدخل معايا الريزيرف، وهكذا علشان خاطر احافظ على الكميه بتاعت الاكسجين اللي انا محتاجها والضغط بتاعي داخل ايه؟ داخل المنظومه. الاسطوانات بتاعت الاكسجين او عامه اللي هي الاسطوانات كلها بتاعت الغازات بيبقى لها احجام محدده. دي الجدول ده موجود عندك في ال HTM، فبيحدد اللي هي الكباسيتي بتاعت السلندر بتاعته على حسب نوع الغاز. فمثلا الاكسجين ده بيبقى هنا السعة بتاعته بنسميها جي سايز، لان هنا بيبقى عندك الاسطوانات ده بتبقى مترقمه بارقام معينه، في اللي هي جي سايز، في جي سايز، في كي سايز، تمام. كل واحده منهم بستاندرد معين بكباسيتي معينه. فالاكسجين دوت بيبقى حاجه اسمها النومينال كباسيتي بتاعته 137 بار، بتوصل لحوالي 6800 لتر. اللي مستخدم منها بيبقى 6540 لتر، وفي بيبقى جزء غير مستخدم اللي هو الفرق ما بين ايه؟ الفرق ما بين الاثنين. متخيل بقى حجم او الضغط بتاع الاسطوانه دي؟ يبقى الضغط ممكن يوصل 137 بار، تمام. فهنا لازم يبقى فيه بريشر ريجوليتور اللي هي خفض الضغط بتاع الاسطوانه ده للضغط اللي احنا محتاجينه بتاع السيستم اللي هو حوالي 4 بار. بالنسبه للنيتروز اوكسيد، تمام، اللي هو بنستخدمه اللي هو جي سايز، وبيبقى هنا عندك النومينال بتاعه 9000 واليوزابل بيبقى 8900، تمام. بعد كده النيتروز اوكسيد اند اوكسجين ميكسشر، بيبقى هنا برضو عندك الجي سايز بتاعه بيبقى النومينال بتاعه 5000 وبيبقى اليوزابل 4740. الميديكال اير جي سايز بيبقى هنا 6400 واللي مستخدم منه اللي هو 6220. في اللي هو الهيلوكس بيبقى هنا الايه اليوزبل بتاعه ايه 7000 نومينال. طيب بعد كده قال لك the usable figures are for discharged gauge pressure of 7 bar. Two sets of figures are provided for air for 400 كيلو باسكال اللي هي 4 bar system and 7 bar A system. The latter is for discharged to A 15 bar. يبقى هنا بتحدد اللي هو البريشر ريجوليتور على حسب الكمية اللي او على حسب الضغط اللي انت محتاجه، تمام. اذا كنت انت الضغط مثلا هتشغل وليكن الاسطوانات بتاعت الميديكال اير دي هتستخدمها مثلا في الغرض بتاع السيرجيكال، فهنا في الحاله ده هي بتستخدم اللي هي الصمام التخفيض اللي بيخفض لك لحوالي 7 بار، وباقي الانظمه اللي هي بتشتغل عند 4 بار يبقى هنا بتعمل صمام تخفيض اللي هو بريشر ريجوليتور بيخفض لك من ضغط الاسطوانه للي هي الضغط اللي انت محتاجه اللي هو 4 بار. في بعد كده مصدر تاني من مصادر اللي هي الاكسجين اللي هو بنسميه الليكويد سيلندر. والليكويد سيلندر دي بتبقى عبارة عن اسطوانات بس بتحتوي برضو على اكسجين مسال، لكن حجمها اقل بكتير عن اللي هي الاسطوانات بتاعت الفي اي اي، وفي نفس الوقت بتبقى اكبر في الحجم من اللي هي الكمبريسد جاز سيلندر، تمام. هنا لو خدنا قطاع في اللي هي الاسطوانة نفسها هتلاقي عندك ان هي بتتكون من جزئين او بتتكون من جسمين، جسم خارجي وجسم تاني داخلي. الجسم الداخلي ده هو اللي بيحتوي على الاكسجين المسال، وبيبقى فيه وحدة ايفابوريتور حوالين اللي هي الجسم الداخلي للاسطوانة، وهي دي اللي بتساعد بشكل كبير جدا في التحول بتاع الاكسجين من الشكل المسال لايه؟ للي هو صورة الفيبور بتاعتنا. تعال نشوف كده مع بعض فيديو بيوضح برضو الفكرة بتاعت اللي هي الليكويد سيلندر. With the increasing use of atmospheric gases, there is a greater demand for liquid cylinders to meet the storage and supply requirements of a wide variety of applications. ده شكل الأسطوانة اهو.
Liquid cylinders تحتوي can be على applied to a liquid whole range of oxygen. applications that cannot be served with high pressure cylinders, as well as providing operational advantages to many traditional high pressure cylinder applications. They provide the versatility of larger storage capacities, a wide range of pressures, and either gas or liquid withdrawal. This tape is intended for use by both the gas user and gas distributor. It will review the proper operating procedures for liquid cylinders and is divided into the following sections. Putting a liquid cylinder into service, handling liquid cylinders, and filling liquid cylinders. This portion of the tape will address how to put a liquid cylinder into operation. Liquid cylinder is a generic name for low pressure portable gas storage containers. Liquid cylinders are rapidly replacing high pressure cylinders in many higher volume gas applications because of their greater storage capacity, ease of handling, and greater safety. Rather than storing gas in a gaseous high pressure state, liquid cylinders store gas in a liquid state and convert it to gas upon demand. A single liquid cylinder has the storage capacity of up to 20 high pressure cylinders and operates at less than 1 bar pressure. بتاعت الليكويد سيلندر دي تعادل قد ايه؟ تعادل 20 من الهاي بريشر سيلندر. فبالتالي الحيز بتاعها بيبقى اقل بكتير من الحيز اللي هتاخده للصوانه دي. A liquid cylinder is a sophisticated thermos bottle that stores a gas in a cryogenic state at less than minus 300 degrees Fahrenheit. The liquefied gas is stored in the inner 304 stainless steel tank, which is supported inside a vacuum space and wrapped with a proprietary insulation. Minnesota Valley Engineering manufactures a full range of features of the various gas. To activate this circuit, oxide of the Duracell, wall of the outer tank. Once again, heat is conducted through the outer tank walls to the vaporizer. As the liquid moves through the coil, it is vaporized by this heat. يعني هي الفكرة كلها ان هو بياخد الاكسجين المسال من داخل الاسطوانة بيعديه على اللي هو الملف اللي هو حوالين في المنطقة بتاعت الفاكيوم اللي هي ما بين الجسمين الخارجي والداخلي، فنتيجة للتبادل الحراري ما بين الهواء الجوي وما بين الاكسجين المسال ده بيتحول لصورة اللي هو الفيبر. ففي الاخر انت بتاخد من الخارج بتاعه او الاوتلت بتاعته اكسجين ايه بشكل غاز مش بشكل ايه ليكويد. The vaporizing per day causes a small amount of heat. It's also a burst opening the liquid. In the center of the tank, there is a liquid contents gauge. This is a float type gauge and liquid with. بشرح لك بقى الصمامات بتاعته الفنت والريليف والحاجات اللي زي كده. دي كلها اللي هي الوصلات الخاصة بالليكويد سيلندر. هذا الليكويد سيلندر هذا هو شكلها التيبيكال اللي هو بيبقى راكب في بعض المستشفيات. ده ليكويد سيلندر. طبعا بتبقى يعني اسطوانه هي يعني اكبر شويه من الاسطوانات العاديه الهاي بريشر، وبيبقى عندك ده هو الخارج بتاعها وبيبقى عليه بريشر ريجوليتور بحيث ان او بحيث انه ينظم الضغط بتاع اللي يوصل ل 4 بار، وبعد كده بيوصل للمنظومه اللي هي خاصه بالاكسجين الموجوده عندي. لو بصينا كده على الصمامات بتاعته اهو، لو بصينا على الطب بتاع الاسطوانه نفسها فهتلاقي هنا عندك اللي هو الجاز يوز فالف، تمام، اللي هو الاستخدام نفسه بتاع الجاز. وبعد كده في حاجه اسمها رابتشر ديسك. رابتشر ديسك ده بيبقى راكب على السيفتي فالف بحيث ان لو وصل ضغط لحد اكبر من اللي هي مصمم عليه بيبدا هنا الريليف ده بيفتح، فبالتالي هنا بيسمح لتسريب الضغط الزياده داخل الاسطوانه. في بيبقى وحده اللي هي الفنت او صمام اللي هو خاص بالفنت. في بعد كده عندك اللي هو البريشر ريجوليتور او تنظيم اللي هي الضغط نفسه عشان يوصل للضغط بتاع المستخدم اللي هو حوالي 4 بار، تمام. في بعد كده انلت اند اوتلت فالف. في بعد كده اللي هو الليفل جيج اللي هو مبين لمستوى السائل نفسه داخل اللي هي الاسطوانه. في فاكيوم سيل. فدي كلها اللي هي الصمامات او الوصلات اللي هي بتبقى موجودة عندي على اللي هي ايه الاسطوانة الليكويد، وبيبقى فيه بريشر جيج بيوضح لي القيمة بتاعت البريشر داخل ايه داخل الاسطوانة. اخر واحدة من الوحدات اللي هي بتستخدم لتوليد او ايجاد الاكسجين في المنظومة بتاعتنا اللي هي بنسميها بريشر سوينج ادزوربر، او بنسميه اكسجين كونسنتريتور، او وحدة اللي هي البي اس ايه.
وحدة البي اس اي هي بقى بتتكون من تو تاورز، بيبقى محطوط في كل منهم بيد. البيد دهيت او الماتيريال دهيت بتعمل على امتصاص النيتروجين، يبقى بايه بتسحب النيتروجين من الهواء الجوي، فبيتبقى عندك اللي هو مين، بيتبقى عندك اللي هو الاكسجين. طبعا الهواء علشان خاطر قبل ما بيدخل على وحدة البي اس اي او اللي هو الاكسجين كونسنتريتور، فالمفروض ان هو بيعمل له تنقية، تمام، بيتم عن طريق فلترة، بيتم ادخاله على دراير علشان خاطر يتم تجفيفه. بعد كده بيدخل على الريسيفر، ومن الريسيفر هو اللي بيغذي بعد كده وحدة البي اس اي او وحدة اللي هي الاكسجين كونسنتريتور. الاكسجين كونسنتريتور ده بيبقى فيها كونكشن، الكونكشن ده بتبقى واصلة اللي هي مجموعة من الاسطوانات اللي بنعمل لها فيلينج باستمرار، تمام، وبعد كده هي دي اللي بتغذي معايا المنظومة بتاعة الاكسجين في المستشفى او في الوحدة بتاعتنا. طبعا الوحدة اللي هي خاصة بالاكسجين كونسنتريتور او البي اس اي ده اخر اوبشن ممكن تستخدمه في اللي هي الهيلث كير اريا او في المستشفيات بتاعتك، ومش بتستخدم الا في حالة عدم توفر سبلاير خاص بالليكويد اكسجين او خاص باللي هي الاسطوانات بتاعتي بشكل ايه، بشكل مباشر او بشكل مستمر. تعالى نشوف كده مع بعض اللي هي الوحدة البي اس اي ده هي بتشتغل ازاي ومكوناتها بشكل ايه، بشكل مفصل. تبقى واحدة ضخمة جدا زي ما انت شايف كده، هي عبارة عن كومبريسور بيسحب الهواء الجوي العادي، وبعد كده بيبقى فيه اللي هو الدراير او المجفف، تمام، عشان يخلصنا من المويسشر. وبعد كده بيبقى فيه وحدة فلترة، يبقى فلتر باكج، وبعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها كول تاور، تمام. هو بيشرح لك كل حاجة تحت ديت الهدف بتاعها ايه. فمثلا بيقول لك الكول تاور ده يبقى absorb traces of oil particles and fractional impurities، يبقى هنا بيسحب من خلال التاور ده اللي هي الجزيئات بتاعت الزيت مثلا لو في زيوت او حاجات زي كده، تمام، وبعض الشوائب الاخرى. بعد كده المفروض في اير تانك، بيبدأ هنا الاير تانك ده يبقى act as accumulator، تمام، يبقى هنا بيخزن فيه الهواء. وفي بعد كده وحدة البي اس اي اللي هي بتخلصنا بشكل اساسي من اللي هي النيتروجين. ده هو الهواء الجوي بيبقى داخل هنا، بيبقى فيه البيد بتاعتك ديت اللي هي اسمها زيوليتز مثلا، هي بالنسبة لي المانيفاكتشر ده، فهي دي اللي بتجذب ليها اللي هي الجزيئات بتاعت مين، بتاعت النيتروجين، فبتسمح للاكسجين بس اللي هو ايه يخرج. بعد كده بيدخل الاكسجين دوت بيخزنه داخل الاسطوانه، وبيبقى هنا في وحده بريشر بوستنج، تمام، هنشوفها دلوقتي. هنا بيبقى في برضو فلتر تاني اسمه بكتيريا فلتر، اسمه سترلايت بكتيريا فلتر، بيبقى هنا التخلص من البكتيريا، تمام. بعد كده واحدة البوستر بامب اهو، قال لك compresses produced oxygen up to cylinder filling a pressure. طبعا الصواني دي زي ما بقول لك بتتخزن عند ايه، ضغوط عالية جدا ممكن توصل 137 بار. فهنا واحدة البوستر بامب ديت، البوستر بامب دي بتسحب من الضغط الخارج اللي هو ضغط الكمبريسور والاسطوانات بتاعتك والكلام ده كله ليه، عشان توصل لضغط اللي هو ايه الاسطوانة. في اللي هي سلندر فيلينج رامب اهو، ده اللي هي ايه بتملى معايا مجموعة ايه، مجموعة الاسطوانات، ومن بعدها بيتم ايه التوصيل للمنظومة بتاعتنا. قبل ما بوصل المنظومة طبعا بعمل اللي هي المانيفولد، وبعمل اللي هي البريشر ريجوليتور عشان يخفض لي اللي هي الضغط بتاع السيستم بتاعنا. معلش هي الموسيقى مزعجة شوية بتاعت الفيديو ده. لي اوت بقى بتاع اللي هي الاكيوبمنت كلها بتاعت الميديكال جاز، واللي هي الاسطوانات بتاعتها.
بيوري لك الأوضة نفسها كبلان من فوق يعني. دي وحدة اللي هي البامب بوستر أو البوستر بامب ده. دي اللي هي الأسطوانات اللي بتملاها. وده باك اب اكسجين رامب، بيبقى هنا في باك اب لي اللي هي الاكسجين. ده اللي هي بريشر ريدكشن بوكس اللي هي المانيفولد يعني، ومنه للهوسبيتال. وهنا بيبقى عندك الاسطوانات خلاص اللي مالتها، ودي اسطوانات تانية ايه فارغه. فكل شويه انت ايه خلاص الاسطوانات دي اتملت بتخزنها هنا، الاسطوانات دي فضيت يبقى هنا بتخزنها، وبتبدل بعد كده الاسطوانات المليانه مع ايه الجزء اللي هو بيوصل على المنظومه بتاعت ايه بتاعت المستشفى. ده كله ممكن يجي في يونت واحدة، وممكن يجي في اللي هي حاجات مفصلة وانت بتجمعها مع بعضها. طبعا هي بتريح شوية في السيليكشن، لو انت هتجيب حاجة مجمعة بالشكل ده بيبقى ابعادها واضحة والدنيا بتاعتها بتبقى ايه اوضح يعني. طيب بعد كده بيبقى عندك اللي هي عملية السيليكشن. انا دلوقتي المصدر بتاع الاكسجين نفسه السورس سيليكشن بتاعه بيتم ازاي، تمام؟ يعني المصدر الاساسي هختاره على اساس ايه، المصدر السكندري بيبقى على اساس ايه، المصدر الريزيرف بيبقى على اساس ايه. ده باذن الله اللي هنتكلم فيه المحاضرة اللي جاية ان شاء الله للجزء الخاص بالاكسجين، وبعد كده هنتكلم برضو على باقي الغازات المصادر بتاعتها والسورس سيليكشن بيتم ازاي، بس عشان خاطر ما يبقاش بس ايه اوفرلود للمعلومات اللي احنا بنتكلم فيها، بحيث انك تبقى مستوعب المحاضرة بشكل ايه كويس. بإذن الله اشوفكم في المحاضرة اللي جاية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.